بكم إلى السابعة وفيها. الحكومة السودانية تجدد اتهامها العدل والمساواة بمشاركة حفتر في حربه، والحركة تنفي وتتهم المخابرات السودانية بالفبركة. مدير مستشفى مصراتة يستمر في المطالبة باستكمال صيانة المستشفى، وحراك إنقاذ المستشفى يقول لا دعم ملموس حتى الآن. اختفاء الشيخ نادر العمراني يدخل أسبوعه الثاني، وقضية اختطافه تثير تعاطفا على صفحات التواصل الاجتماعي. في تجدد الاتهام حركة العدل والمساواة السودانية بالمشاركة في القتال داخل ليبيا، قال المركز السوداني للخدمات الصحفية في مقال نشر الاثنين، قال إنه بعد أن استعمل القذافي مقاتلي حركة العدل والمساواة لقمع الثورة الليبية عام 2011 أتى حفتر ليستكمل ذات المسيرة مع حركات التمرد، الأمر الذي يعتبر مهددا للأمن القومي السوداني بمناطق دارفور وأمن المنطقة على الحدود السودانية الليبية. ونقل عن الخبير العسكري اللواء يونس محمود أن الحركات الدارفورية المتمردة دخلت إلى ليبيا برعاية ورغبة حفتر، مشيرا إلى أن الغرض من إيوائها هو إعادة ليبيا إلى حكم عسكري تسيطر فيه الميليشيات على مقاليد الأمور ويقودها بعيدا عن أي توجه إسلامي، معتبرا أن جميع المجهودات مع قوات حفتر فشلت في القضاء عليها، لذلك عاد إلى التماس مزيد من العناصر المقاتلة واستجلاب مرتزقة. السابعة تواصلت مع المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل بلال، والذي أفادنا بالتصريح التالي: نحن في حركة العدل والمساواة السودانية ننفي جملة وتفصيلا مشاركة حركة العدل والمساواة السودانية لجانب أي طرف من أطراف الصراع الليبي، ولا توجد حركة العدل والمساواة السودانية داخل الأراضي الليبية على الإطلاق. لا ينبغي أن ينظر لأي إنسان ذو بشرة سوداء إنه ينتمي لحركة العدل والمساواة السودانية. حتى ليبيا فيها ذو البشرة السوداء، وهذا موضوع منفصل تماما. في واقع الأمر هناك تداخل لأطراف مختلفة في الشأن الليبي، ربما يكون هناك طرف ثالث مخابرات أجنبية أو غيرها تسعى لتجنيد أطراف محددة وتستخدم اسم حركة العدل والمساواة السودانية كغطاء لهذا الإجرام داخل الأراضي الليبية. لكن نحن كحركة معروفة لا يمكن أن نقبل لأي عنصر من عناصر العدل والمساواة أن يشارك في الأزمة الليبية على الإطلاق. أغلب المعلومات الصادرة عن مشاركة حركة العدل والمساواة السودانية في الأزمة الليبية هي مصدرها المخابرات السودانية اللي هي تقف بجانب طرف من أطراف الصراع في ليبيا. البطاقة لا تعني إنها دليل لمشاركة حركة العدل والمساواة السودانية. يمكن لأي طرف أن يصنع بطاقة، يمكن لأي مخابرات أجنبية أو مخابرات سودانية أن تصنع بطاقات تزور بطاقات لحركة العدل والمساواة السودانية. هذه مسألة معروفة ومعلومة، لأنه العدل والمساواة هي المهدد الحقيقي لحكومة المؤتمر الوطني للحاكمة في السودان، ولأن حكومة السودان هي داعم لطرف من أطراف الصراع السوداني، ولذلك الحكومة تخشى من تواجد حركة العدل والمساواة السودانية في الأراضي السودانية المنتقمة إلى ليبيا، ولا تريد لهذه الحركة أن تكون موجودة في هذه الأماكن، ولذلك تسعى بكل ما تملك من وسائل إعلام لتشويش سمعة حركة العدل والمساواة السودانية. هذا صراع بين حركة العدل والمساواة السودانية والنظام الحاكم في السودان. ربما لا يصل البيان إليكم أو إلى الإعلام الليبي، وربما يكون هذا نوع من التقصير، إننا لم نستطيع أن نخاطب ونبين موقفنا للشعب الليبي، لكن إحنا استصدرنا أكثر من بيان وفي أكثر من قناة فضائية وفي أكثر من وكالة أنباء إنه العدل والمساواة لا يمكن أن تسمح لمقاتليها المشاركة سلبا في الأزمة الليبية على الإطلاق. ولمناقشة هذه الاتهامات لحركة العدل والمساواة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد ربيع عبد العاطي، عضو الحزب الحاكم السوداني. سيد ربيع، أهلا بك.
أهلا وسهلا. نعم سيد ربيع، لابد أنك استمعت إلى السيد جبريل بلال وهو المتحدث باسم حركة العدل والمساواة، نفى تماما تدخل عناصر من العدل والمساواة للقتال إلى جانب حفتر، ويتهم في ذات الوقت المخابرات السودانية بالفبركة وفبركة مستندات تشير إلى مشاركة عناصر من العدل والمساواة للقتال إلى جانب حفتر، كيف تعلق على ذلك؟ نعم أنا لا أود أن أدخل في اتهامات مخاطبة، ولكن معروف وحقيقة بأن حركة العدل والمساواة كانت أيام قلبات كانت مصرية وكانت قد نجحت ليبيا في ذلك الوقت، ولكن بعد سقوط نظام الغزالي أثناء ثورات الربيع العربي نجحت حركة العدل والمساواة في تدعيمها وحاولت تكسر جنوبا إلى داخل السودان، الأمر الذي أحدث ذلك أدى إلى مقتل سيد الحركة الدكتور خليل إبراهيم، وبالتالي لا يجب أن تكون هناك خاصة قضايا مضافة الدولة الموجودة في ليبيا. أنا لا أستطيع أن أقول بأن حركة العدل والمساواة هي الآن تشارك، لكن دكتور ربيع فقط لو ترفع الصوت قليلا لنتمكن من استماعك بشكل جيد. نعم نعم، بعض الجرائد والتلاعب والقرائن الكثير حركة العدل والمساواة كانت موجودة في ليبيا. نعم. وأن من غير المستبعد أن تكون هناك بعض الجماعات التي تستعمل حركة العدل والمساواة ما تزال موجودة في ليبيا، حيث أنها قد حاولت أن تبارح وتترك ليبيا بعد سقوط نظام الغزالي. لذلك أنا أقول بأن هناك قائم الأفراد السودانية، وأنا عندما أحلل من وجهة النظر الصحفية السياسية والإعلامية، نحن لا نجد أن هناك أي أثر في حركة العدل. دكتور ربيع إن كنت في الاستماع يبدو أننا نواجه مشكلة في الصوت من المصدر، سوف نحاول أن نعيد الاتصال بك للحديث عن الاتهامات الموجهة لحركة العدل والمساواة السودانية بالمشاركة في القتال في ليبيا إلى جانب صفوف قوات حفتر قوات الكرامة بعد أن تم استخدامها كما يقول المركز السوداني للخدمات الصحافية عفوا في سنة 2011 كمرتزقة من قبل القذافي لقمع ثورة 17 فبراير. أيضا كان هنالك تصريح للسيد جبريل بلال كان معنا صرح تحت الهواء ويعني نفى جملة وتفصيلا حسب ما يقول تدخل أي عناصر من العدل والمساواة السودانية في القتال أو التورط في القتال في ليبيا، وقال إن هنالك الكثير من الليبيين من ذوي البشرة السمراء. إذن يعود إلينا السيد ربيع على أمل أن يكون الصوت جيد. سيد ربيع أهلا بك. نعم أهلا وسهلا. نعم سيد ربيع، يعني نكمل من حيث توقفت. نعم أولا يعني كما هو معلوم تماما أن بقياده المرحوم الدكتور خليل ابراهيم كانت موجوده في ليبيا عندما تم تقاطعها في داخل السودان وذهبت كمانا، وكانت في معيه عقيد الغزالي كما كان هناك في ليبيا، وبعد سقوطه كذلك تطرت الحركه الى جنوب ليبيا، وان حلول هذه الحركه قد تم القضاء عليها داخل السودان، وليس من المستبعد ان تكون هناك جماعات يعني حركه ما تزال موجوده في ليبيا تغادر مع اي جهه من الجهات، ولكن لا استطيع ان اقول بان هذا الامر يعني هو من باب المعلومات المؤكده، ولكن القرائن تشير لذلك. قرينه وجود حركه عدل المساواه في ليبيا ايام العقيد الغزالي هي من القرائن القويه جدا تثبت بان هذه الجماعات موجوده في ليبيا، وقد تكون قد انضمت الى بعض الجهات التي تساعد الذي يتحدى على الاستقرار، وان نحن لدى هؤلاء وقد تعودوا على ان طيب يقاتلوا في مناطق صحراويه كرا وفرا. ليس هناك ما يؤكد. طيب سيد ربيع، لان هناك حركه للعالم تم القضاء عليها تماما، وان هناك بعض الجماعات ثابت جنوبا في الصعيد مع ما يسمى بعد ما كانت جزءا
من الحركة الشعبية في جنوب السودان، ولكن كل مناهج تقول لا يستقر حركة العدل والمساواة أنها كانت مدام إسلامية تعلقها أما المخابرات الإسلامية المخابرات الإسلامية لديها أي موقع أو مصلحة. نعم سيد ربيع. نعم شكرا جزيلا لك سيد ربيع عبد العاطي عضو الحزب الحاكم السوداني، كنت معنا عبر الهاتف. نعتذر مشاهدينا عن خلل في الصوت من المصدر، ونتابع بعد الفاصل. مستشفى مصراتة المركزي حراك مدني يدعم صيانته وجهود رسمية غائبة. أهلا بكم. رغم تكرار المناشدات من قبل مدير مستشفى مصراتة المركزي لاستكمال صيانة المستشفى التي توقفت وتسببت في تعطيل الخدمات التي يقدمها المستشفى للمنطقة الوسطى ككل وليس مدينة مصراتة فحسب، كاميرا السابعة رصدت الوضع الحالي للمستشفى وسجلت تصريحا لمدير المستشفى السيد علاء الحويك وتصريحا للمتحدث الرسمي باسم حراك إنقاذ مستشفى مصراتة السيد محمد الأجنف. بالنسبة إلى مشروع مستشفى مصراتة المركزي وصلت فيه نسبة الإنجاز حوالي 80%. العمل فيه توقف منذ فترة، حسب ما أوضح المسؤولين القائمين على الجهاز أن سبب التوقف الرئيسي كان عدم سداد الالتزامات المالية الشركات المنفذة، حسب ما أوضحه ذلك ينعكس بشكل سلبي على استكمال المشروع، خاصة أن أغلب المنظومات التكييف أو منظومة الحراك والأكسجين والبنى التحتية شبه مكتملة، ما زال في التشطيبات وفي المراحل الأخيرة. بالتواصل مع جميع الأطراف المعنية سواء كان جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية أو سواء كان المسؤولين بالمجلس الرئاسي، السلطات المحلية والمجلس البلدي، ديوان المحاسبة، جميع الأطراف المعنية أوضحوا أن المشكلة الرئيسية هي في سداد الالتزامات المالية، ووعدوا جميع الأطراف اللي تواصلنا معها وعدوا بوعود طيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاستكمال هذا المشروع اللي يعتبر العمود الفقري والعصب الرئيسي في تقديم الخدمات للمنطقة الوسطى في معالجة ومدوات جرحى عملية البنيان المرصوص واستقبال الجرحى والمرضى من مختلف المناطق الليبية. أقيم حراك إنقاذ مستشفى مصراتة المركزي من مجموعة مستشفى مصراتة المدني والأهالي نتيجة الضرر الواقع عليهم وتأخير الصيانة للبحث ما هي الأسباب وكيفية الحل وماذا هنالك. صراحة الحراك يعني بدأ يثمر، يحاول وصل صوت المسؤولين. الشركات توقفت عن العمل منذ نصف 2015 بحجة يعني تأخير مستحقاتهم المالية وغيرها. صراحة أدعو يعني رأس الدولة اللي بمسماه المجلس الرئاسي وديوان المحاسبة للوقوف شخصية على الأزمة الصحية اللي تحدث في المدينة لحل المشكلة وتقديم الخدمة حتى المنطقة الوسطى بالكامل. صراحة التأخير غير مبرر، نسبة الإنجاز في المستشفى وصلت الآن إلى أكثر من 80%، يعني لم يبقى إلا القليل حسب يعني كلام الخبراء المهندسين، حدود 6 شهور إلى 8 أشهر إذا صرفت الأموال سوف ينتهي ويبدأ فعليا في العمل، ولكن للأسف في حالة استمرار تأخير الصيانة هذا يسوي حاجتين، هو إهدار ما وصلت إليه من الصيانة وبالتالي هو إهدار المال العام، والأهم من ذلك هو إهدار الأرواح التي تحدث يوميا نتيجة ضعف وعدم وصول خدمة صحية للمواطن. حول آخر المستجدات ومدى استجابة الجهات الرسمية انضم إلينا عبر الهاتف الناطق باسم المجلس البلدي مصراتة أسامة بادي. سيد أسامة، في البداية يعني سمعنا المتحدث الرسمي باسم حراك إنقاذ مستشفى مصراتة وهو حراك مدني، ماذا عن الجهود الحكومية؟ نعم أخي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. الخير ليك ولمشاهديك الكرام. نعم أخي، كما أوضح السيد محمد الأجنف ومن قبله مدير مستشفى مصراتة المركزي،
أن هناك تقصير واضح من قبل الحقيقة للأسف الشديد من الحكومات المتعاقبة في السنوات الماضية لاستكمال ما تبقى من عمليات وعمليات إتمام الصيانة في مصراتة. وكما ذكر الأخوة في السابق أن لم يبقى إلا نسبة قليلة وبسيطة من عمليات التنفيذ كي يكتمل هذا المرفق الحي والهام داخل المدينة يقوم بتقديم الخدمات الصحية اللازمة لأهل المدينة. المجلس البلدي في المدينة أخي الكريم من بداية توليه مهامه داخل المدينة وهو شغله شاغل هذا الإشكال الذي حصل في عدم استكمال صيانة مستشفى مصرات المركز. المدينة الآن أخي الكريم بدون مستشفى، المستشفى عبارة عن أقسام متناثرة في رقعة جغرافية كبيرة داخل المدينة. هذه الأقسام تعاني كثير من الإشكاليات وكثير من المشاكل. المجلس البلدي لم يتوقف عن الاجتماعات والمراسلات والمكاتبات مع سواء كان مجلس رئاسي حاليا أو حكومة الإنقاذ السابق ومن قبله الحكومات السابقة، ولكن أخي الكريم لم نتحصل إلا على وعود بضرورة استكمال هذا المرفق الحيوي وتخصيص الأموال اللازمة لتبدأ وتستأنف الشركات المنفذة في تنفيذ ما تبقى لها من أعمال. كما وصلنا وكما شرح لنا المعنيين في هذا الخصوص أن الإشكالية لا تعد كونها إشكالية فنية إدارية بحتة بين سواء كان الجهاز التطوير المراكز الإدارية وهو الممثل العام للدولة الليبية وهو المعني بالتعاقدات مع الشركات المنفذة وديوان المحاسبة ورئاسة مجلس الوزراء أول لحكومة الوفاق الوطني. نحن ننتظر هذه الوعود وتقديم اللازم لاستكمال ما تبقى من عمليات صيانة المستشفى مصراتة المركزي. طيب سيد أسامة، يعني الأجزاء الناقصة حتى تستكمل يعني التي تريد صيانة، ما هي هذه الأجزاء والأقسام وأيضا كم من الوقت يلزم حتى تستكمل الصيانة فيها؟ نعم هو أخي كريم تقدر العملية بنسب إنجاز لمعظم الأعمال. نحن كما علمنا أن هناك أعمال مهمة جدا قد تم إنجازها وقد تم تنفيذها، ما تبقى إلى بعض التشطيبات سواء كان مسائل التوريدات أو بعض التشطيبات في بعض المباني أو استكمال البنية التحتية للمستشفى. نحن كما علمنا أنه ما تبقى إلا ما يقارب من 20% من إتمام العمليات التنفيذ المتبقية للمستشفى مصراتة. نحن عبر قناتكم الموقرة أخي الكريم نناشد الجهات المسؤولة بضرورة الإسراع في استكمال كل الإجراءات وكل الترتيبات اللازمة لاستكمال مستشفى مصراتة، لأن أخي الكريم المواطن هنا في مدينة مصراتة يعاني شد المعاناة من غياب الخدمات اللازمة التي من المفترض أن يقدمها له مستشفى مصراتة. مدينة مصراتة أخي الكريم ما يقارب الآن إلى النصف مليون ساكن داخل المدينة سواء كان من أهل المدينة وضيوفه من النازحين من كل المناطق، هؤلاء يحتاجون إلى تقديم لهم الخدمات الصحية اللائقة بهم، وفي ظل غياب ونقص السيولة وضعف الإمكانيات لدى المواطن الكريم وارتفاع الأسعار في المصحات الخاصة يعاني المواطن شد المعاناة في الحصول على الخدمات الصحية اللازمة. فمن منبركم الكريم نناشد كل المسؤولين في الدولة الليبية سواء كان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أو الأجهزة التنفيذية وجهاز تطوير المراكز الإدارية وديوان المحاسبة ومؤسسة ليبيا المركز لتوفير الأموال اللازمة لاستكمال ما تبقى من كانت مستشفى مصرات المركزي. نعم، عبر الهاتف السيد أسامة بادي الناطق باسم المجلس البلدي مصراتة، شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل. المكانة العلمية للشيخ المختطف نادر العمران واحتجاج الأوساط العلمية والشعبية على حادثة اختطافه. أهلا بكم مشاهدينا من جديد. رغم مرور أسبوع على اختطاف الشيخ
نادر العمراني، لأن مصدرا مقربا من العائلة أكد للسابعة أنه لا معلومات بعد عن الجهة التي اختطفته وإلى أين اقتادته، رغم أن شهود عيان كانوا قد أفادوا بأن المختطفين سلكوا طريقا باتجاه جامعة طرابلس، لكن لا معلومات مؤكدة بعد. على مواقع التواصل الاجتماعي كان لاختطاف الشيخ صدى وتفاعل بين النشطاء تعاطفا واستنكارا لقيمة الشيخ العلمية ولرفض الاختطاف كفعل لا يجوز بحق أي مواطن، فكيف بأحد الأئمة والشيوخ المشهود لهم بالمكانة العلمية والأخلاقية؟ الزميل مصطفى الكبير أجرى أكثر من 20 مقابلة صحفية مع الشيخ نادر العمراني، نستضيفه اليوم للتعريف بجهود الشيخ العمراني في المجال الدعوي بل والقانوني. الزميل مصطفى أهلا بك. أهلا بك عدنان. في البداية يعني مصطفى، ما هي المكانة العلمية للشيخ نادر العمراني وأيضا جهوده في المجال الدعوي وأيضا المناصب التي تقلدها طيلة مسيرته؟ حقيقة لا أدري هل 5 دقائق توفي دكتور نادر العمراني حقه، هو مجاله العلمي الواسع وجهوده الطيبة حقيقة في مجال الدعوة، لكن دعني أختصر فأقول أن الشيخ من مواليد 1972، المراحل العلمية التي خاضها الشيخ كلها كان يحوز على تقدير امتياز، يعني يكفيك أن الشهادة الثانوية أخذها الشيخ بتقدير امتياز، ثم انتقل بعد ذلك إلى المملكة العربية السعودية لدراسة علوم الحديث، وقد أجيز برسالة الماجستير بتقدير امتياز أيضا. الدكتور أيضا تحصل على شهادة الدكتوراه كذلك في علم الحديث على يد تحت إشراف الشيخ الدكتور الصادق الغرياني، وأنت تعرف أنه من الصعب حقيقة أن يحوز أحد على هذه المكانة إلا إذا كان ذو قدم راسخة في العلم. بالنسبة للشيخ نادر العمراني حاز هذه الشهادة وتحصل على كثير من التزكيات حقيقة العلمية، سواء كانت في المملكة العربية السعودية هناك أو في ليبيا عند عودته. الدكتور نادر العمراني بسرعة كبيرة حاز على مكانة علمية راسخة بين علماء ليبيا، تعرف أن الحقبة التي عاشتها ليبيا أيام القذافي كان العلماء مغمورون أو لا يكاد يذكر اسمهم، الشيخ حاز على مكانة علمية كبيرة حقيقة، ونستطيع أن نقول أن الدكتور نادر العمراني يعتبر مكتبة علمية متنقلة، سواء في علوم الحديث وهذا اختصاصه الأصيل عدنان، أو حتى في علوم المالية الإسلامية وهو يترأس أكثر من لجنة وهو عضو رقابة شرعية في أكثر من لجنة، والدكتور طبعا له مكانة علمية في جامعة ليبيا مفتوحة له في كل الأوقات، وهو حاليا يعني يعتبر دكتور جامعي في كلية الأداب بطرابلس وكذلك أكثر من كلية في ليبيا عدنان. هذا بالنسبة للمكانة العلمية للدكتور نادر العمراني. طيب مصطفى، يعني أجريت حوالي 20 مقابلة مع الشيخ نادر العمراني عبر برنامج كلمة سوا، يعني ماذا لمست خلف الكواليس في الشيخ نادر العمراني غير ما يعرفه العامة ربما؟ عندما نتحدث عن شخصية الدكتور نادر العمراني العلمية بالذات، فإنك تجد أمامك إنسان يعني يعلم ما يقول، يحرص كثيرا على المعلومة التي يود إخراجها، وبالتالي من الصعب حقيقة أن تجالس الدكتور نادر دون أن تكون أنت أصلا كمقدم برنامج معد إعداد جيد. الشيخ يرفض تماما الخروج إذا أعلمته بأن الحلقة ستكون غدا أو بعد غد، يعني على أقل تقدير تكون 5 أيام على الأقل وفي الغالب 10 أيام، ولذا الشيخ خروجه معي يعني كان صعب جدا إلا إذا أدركته يعني ب10 أيام حتى يعد المادة. هذه بالنسبة للإعداد، لكن الاستدراكات عليه حقيقة في مسألة الحلقة بحد ذاتها، يعني نحاول بين ثنايا السؤال أن نخرج سؤالا، فنجد الشيخ ما شاء الله يعني كان حاضرا بشكل جيد جدا وذو خلفية علمية، لست أنا طبعا من يشهد للشيخ، لكن أنا بما أني صاحب تجربة يعني خضت أكثر من 20 لقاء في كلمة سواء، أكثر بكثير أعتقد على مدار 3 سنوات يعني حاورت الشيخ نادر العمراني في شتى المواضيع، وكان حقيقة يمتاز بالرصانة العلمية، كان بعيد جدا عن التوتر، كان بعيد جدا عن حتى عن تصعيد الخطاب الديني، وهذا ملموس بين الجميع، دعني أقول المختلفين في ليبيا، الفرق إن صح التعبير هنا. الشيخ نادر كان يتوسط الجميع، وحقيقة هو شخصية محبوبة من الجميع فيما أعلم يعني، وبالتالي يعني حادثة اختطافه غريبة جدا، وأتمنى حقيقة من مختطفيه أن يدركوا أن هذه مكتبة علمية متنقلة وأنه شخصية علمية رصينة يعول عليها الليبيون كثيرا مستقبلا، خاصة أن يعني الجيل الأول من العلماء الليبيين يعني كبر وهناك جيل ثاني الآن يستعد. على هذه النقطة مصطفى، يعني بصراحة البعض يتهم الشيخ نادر العمراني بمهاجمة ربما تيار إسلامي معين، ما تعليقك؟
أنا لم ألمس هذا أبدا حقيقة في كلام الشيخ أو في مواقفه العلمية. الشيخ صاحب مدرسة علمية تخرج كما ذكرت لك من المدينة المنورة، وبالتالي يعني الفكر واضح، فكره السلفي، لكن السلفي الوسطي بالتحديد. الشيخ يعرف ما يقول، الشيخ يحاور الجميع. لا أعتقد أن الشيخ من خلال معرفتي به أنه ينتهج الهجوم بالتحديد، لكن هو ذو مواقف راسخة وعلمية تنطلق من مواقف علمية يعني، وهو دائما يفتح المجال للحوار، وبالتالي يعني الشيخ لم يصد كدر الإفتاء، كما نعلم كذلك أنها لم تصد الباب أمام أحد، والشيخ يعد أحد رموز دار الإفتاء، وبالتالي هو فاتح ذراعيه للجميع عندما كان يحاور ويناقش الجميع. لذلك هذه التهمة أعتقد أنها باطلة وظلم حقيقة للشيخ نادر العمراني. في سؤال أخير مصطفى، يعني إذا ما تحدثنا عن الجانب القانوني، كان الشيخ نادر العمراني عضو في لجنة شكلها المؤتمر الوطني في وقت سابق لتعديل القوانين بما يتناسب مع الشريعة الإسلامية، كيف كانت جهوده في هذا المجال بالتحديد؟ هو كان نائب رئيس لجنة مراجعة القوانين والتشريعات، وكان جهود حقيقة جبارة جدا. اللجنة كان يرأسها الدكتور غيث الفاخري وهو كان نائبه، وكانت مجموعة من القانونيين وأهل الشريعة، وبالتالي أنجزوا إنجاز ضخم جدا وهو مراجعة جميع القوانين المخالفة للشريعة الإسلامية وإخراجها في إطار إسلامي صحيح، وبالتالي كان شغل شاق جدا. الشيخ يعني كان يسهر الليل كما حدثني، كان أحيانا يغيب عن بيته لأجل إنجاز هذا المشروع الضخم اللي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل علمائنا وقانونينا أنجز يعني، ونتمنى أن يستخدم، لكن جهده كان كبير جدا في هذا المجال هو وزملائه، وقدموا وثيقة للعالم يعني والعالم الإسلامي بالذات، يعني وثيقة كبيرة جدا فيها أن ليبيا أصبحت قانونيا على الأقل بعد أن أقر المؤتمر الوطني هذا القانون تحكم الشريعة الإسلامية تنفيذيا، ننتظر ذلك، لكن هذا جهد كبير للدكتور نادر العمراني يذكر فيشكر في هذا المجال بالذات عدنان. طيب قبل أن نختم معك مصطفى، إن كانت هنالك مداخلة أو إضافة أخيرة تريد أحسنت، كما ذكرت لك منذ قليل، هي رسالة حقيقة لمختطفي الدكتور نادر، أن الشخص الذي اختطفوه هو قيمة علمية ثابتة حقيقة وقدم ذو قدم راسخة في العلم الشرعي. من المعيب أولا ثم من الخسران أن نفقد هذا الرجل حقيقة، لأنه يمثل جيل كما ذكرت لك أول جيل ثاني لعلمائنا الكبار، الشيخ صادق، الشيخ عمر، الشيخ لطيف شويرف، الدكتور حمزة وفارس، هذا هو الجيل الثاني الذي يعول عليه الليبيون لإثبات مدرسة علمية وسطية مالكية بفضل الله سبحانه وتعالى. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات الزميل الصحفي مصطفى الكبير. مشاهدينا الكرام، السابعة انتهت، إلى اللقاء.